عسلامة ومرحبا بكم. في إطار متابعتها للمشاكل البيئية بالقلعة الصغيرة، توجهت قناة سوس تي في لأخذ موقف الطرف الآخر من هذه التحركات والمطالب، حيث أكد لنا أن رغبة صاحب المعمل جادة في إيجاد حلول معقولة، وأن شروط السلامة وقع التقيد بها. وذكر عمال المصنع وهم من متسكني المنطقة أن معمل الآجر يعمل بالغاز منذ أكثر من 10 سنوات، وأن تلوث مصدره معمل الإسمنت والمسلخ المحاذيين للمنشأة. كما عبر العمال عن رفضهم لهذه الممارسات من غلق للطرقات والمسيرات الاحتجاجية لأسباب واهية. تابعوا معنا هالروبورتاج. تكلف علينا قريب 10 مليارات، على خاطر الحاج ما يحبش الروايق هذايا وريحه لتنا ولا ترثها احنا كخدامه. نحيناه من الاسبوع الاول الغاز والفيول، وطاو ما عندناش كي تبدا سيتيرنا فيول. الافران نتاعنا كل تخدم بالغاز، والسيشواراتنا تخدم بالغاز، واللي يحب يثبت يجي. علاش نموه على المواطن؟ الشوارق اللي معدينهم في التصور ما همش بتاع معملنا، تفضلوا جاوا صوروا الشوارق هذوكم تاع المعمل السيمان تاع جابس. يا رسول الله يا ربي، علاش نموه في المواطن؟ علاش المواطن ما نوريوش الحقيقه؟ مش معقول اجاو شوفوا الشوارق اللي موجوده في التصور ما همش تاع معمل السيمان تاع جابس. يا ربي راه ماهوش تاع معملنا، ما همش تاع معملنا. عندنا شروق واحد، راهو الاحمر هذايا عندنا شروق واحد خسرنا عليه 300 مليون، هذاك تكلف علينا ب 300 مليون، عملناه كاي سي ومازلنا مش نزيدوا الاخرين، لكن يلزمنا نشوفوا الحلول، قاعدين نجري وراء الحلول. اللي عنده حل يتفضل، لكن يجينا بامور سياسيه، امور معقوله، مش كل يوم يجيني واحد. هذا شيء قاعدين نقسيو فيه في الدين، احنا في الدين، احنا بروحنا في الدين. علاش قبل ما ريتوش الشيء هذا؟ هاو الزيتون قدامكم، علاش ما شاحش يا ربي؟ ما علاش ما شاح كان اللوطة؟ ادخلوا تفضل، من فضلك ادخل المعمل. اني انا دورت المعمل من هرلول، اجعتوني هني تلقاو سيتيرنا تاع فيول، اني نتحاسب عليه قدام ربي وقدام القانون والقضاء. اذا تلقاو سيتيرنا تاع فيول عندنا ما يقارب 10 سنين الفيول ما خدمناش به، علاش نموه؟ هاك تشوفوا في الزميل قدامكم يقول لا تخدموا في الليل بالفيول، كلامه هذا ساهل وتخدم بالفيول وبالغاز ماهوش بالساهل، راهو مستحيلة. تفضلوا جاوا صوروا وجيبوا ناس تفهم وتعرف، وجات لجنة وما قاوش حتى سيتيرنا تاع فيول، الكل نخدموا بالغاز، قاعدين نضربوا مليار و200 خلصوا راه في الشر في الغاز، مش معقول. هيك يحكيوا على الغاز وعلى الدخان 10 سنين تولي 31 عام نخدم فيه المعمل هذا، وعدينا ولاباس ونحمد ربي ونشكروه، وين من القلعه الصغيره وبابا خدم هنا ولاباس مات 90 عام. كيفاش يقولوا مرض الكونسير ومرض الكونسير؟ احنا عايشين بوسط، قبل كان بالمازوت حتى انسان ما تكلم. وقت اللي بدلنا السيترنات نتاع فيو نتاع بدلنا سلسون غاز، الغاز كامل بلاد كامله نظيفه ولات. واحسب انت قداش من كاميون من قفصه من تونس من اي بقعه كامل جمهوريه تونسيه، مولد رزق، مولد رزق، راهي الناس كل تاكل منه بالخبز، وفما ناس مورثه تاخذ بالسلعه على قدر المعمل هذايا. مش قاعدين نوخر ولا المعمل هذا ولا هاز تو يتسمى هاز قلعه صغيره كامل كان يسكر هو، سوء البلاد كامله تحبس. والعارف قادم مش مقصر. انا صاحبي صالحي نعم في المؤسسه ذي تبارك الله، عارف يعني قاعد يتطور في الربوه، يتطور في المؤسسه قاعد يتطور في، انما شوي هما صبر ويتولوا. والله عندهم عائلات قاعد قلت يحبوا يصلحوا البلديه ويحبوا المواطنين ويريفوا على المواطنين، على تشوفي لهم عظامة 200 عائله عايشين تو هما احنا القلعه عايشين بلا ماء، يصرفوا في البوادل للتو مرضى مسالخ تاع الززاره في كل عشيه يسلخوا ذم الدم يجري ذم ما بوش يتكلموا ما شافوهاش. الحفر في الكياسات في القلعه برشا فيها بحالات. المؤسسه دي تخدم في عائلات، وانا عارفي قايم بالواجب كامل عائلات الفات كامل جمهوريه، كامل جمهوريه يخدم لنا بربي اختي بربي كلمة. بالله تو ولاد صغار في البلاصه اللي نثقفوهم ونخليوهم باش يخرجوا متثقفين، وخلي يقراوا على ارواحهم ونحيوها لهم حكايه هذه يوقفوا في الكاسات ونسكروا الكاسات والبركاجات. اليوم اللي ندعموهم ونطلعوهم ونمشي نخرجوهم من المدرسه باش يمشيوا ويحضروا في المظاهرات. الكلام هذا يلا ندرا السيد ناجي جلول يلا ندرا قاعد في باله بالشيء هذا، ولا قاعدين يلوجوا على الكرسي؟ راهو مش معقول، راهو مش معقول. احنا مشينا للصين
وتو مدة تجي شهرين. مشينا لاسبانيا بعثنا ناس تعمل في ستاج نلوجوا على الحلول. اعطينا اي دولة تجيب لنا اي حل واحنا مستعدين. اي حل واحنا مستعدين. يتفضلوا في كل وقت. وحكاية الفيول ماذا بينا نساوها ولا عنده يتفضل ولا عنده يقول لا احنا نخدم الفيول اثباتات يتفضل في كل وقت في كل وقت رانا نرحبوا بهم ورانا خيان اليوم وغدوا وبعد غدوا والشهر الجاي اللي كذب الاقوال نتاعنا يتفضل ونرحبوا به ونزوزوه يعمل دوره في المعمل رانا الفيول 10 سنين ما دارش في المعمل رانا نخدموا بالغاز ورانا اللوجو باش نقدموا واللو ماهوش معقول والله ولا سوق له رزق منا اشترى العائلات من القلعه منا من 2006 كان بالفيول بعد ولا بالغاز الشاروق علينا فيه هاك تشوفوا اطول لوحوت باهي السيميات تلقى بقداش بال 250 سيمي يجي غدوه تلقى 60 سيمي لنا منهم بهم هما بيدهم ياكلوا في الخبز منا عائلات احنا ناكلوا في الخبز ولادهم وكل كذا جايبين ولاد صغار معناها وين الصحاح يحبوا يشدوا معناها المناصب بالتليفونه شادين معناها كرافتات ونشدوا فلان وفلان وفلان باش انا عملت كذا باش نشد والي ولا نشد منصب ولا مش معقول هكاك واحنا علاش وهما بيدهم يخدموا 300 خدام في 750 خدام راه من كامل انحاء الجمهوريه من قفصه من سيدي بوزيد من قروان من طبلبه من مكني الكيران موفرين كل شيء اما خدام مش يشكي بالمعمل قولوا لي على الغاز الغاز نطلع لفوق كان فما وزاره البيئه تعمل لنا حل الله يبارك مش يجيبون الناس معناها صغار مازالوا كي صغار معناها كذا وكذا وكذا وعملنا الحل قبل كان في كان بالفيول ما تكلموش قبل عنده سنين الله هذا يقول مش معقول نخدموا ارواحنا احنا نخدموا ارواحنا من قبل المعمل يجور من قبل السبيطار من قبل بيسي وخاين علاش الناس كله خاين وشكرا